إذا كان لي صديق مثلا في بلد خارج البلد التي أقيم فيها واحتجت منه إلى مال، فهل يجوز أن آخذ منه بعملة بلدي الذي أنا فيه وأقضيه بعملة بلده هو؟ وهل فارق العملة يؤثر في دفع الزكاة؟ كأن يكون رصيدي من المال بالدولار مثلا وأريد أن أزكيه بعملة أقل قيمة من الدولار ولو في نفس البلد، فهل يجوز هذا أم لا؟ أما قضية القرض تقترض من شخص مبلغ من المال بعملة ثم تقضيه إياها بعملة أخرى، إذا كان هذا من باب المصارفة فلا بأس به، فيجوز أن تصرف الدين الذي في ذمتك وتدفع لغريمك ودائنك أو مقرضك، تدفع إليه من عملة أخرى مصارفة، هذا لا بأس به. يعني مع فارق العملة. الزيادة إذا كان هناك زيادة في القرض نعم. وكانت هذه الزيادة مشروطة فهذا لا يجوز، لأنه يكون من القرض الذي يجر نفعه، هذا لا يجوز أخذ الزيادة في القرض. أما إذا كانت هذه الزيادة تبرعا من المقترض دون أن يشترطها عليه المقرض، وإنما هو شيء تكرم به المقترض من باب المكافأة على الإحسان، فهذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض وكان يزيد في الوفاء، ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء. نعم. إذا كان فارق العملة والزيادة جاءت من باب التبرع من المقترض ودون أن يشترطها المقرض، دون أن تكون عن اتفاق ومواطأة، فلا بأس بذلك. يعني فارق العملة أقصد بدون فائدة، يعني مثلا لو كان صديقي مثلا في مصر وأنا هنا ودفع إلي مبلغا من المال بالريال السعودي وأريد أنا أن أقضيه بالجنيه المصري. إذا كان بقدر صرفه الجنيه المصري نعم هذا ما أقصد. سواء بسواء هذا لا مانع منه، يعني أن تقضي الدين الذي بذمتك بعملة أخرى مثلا الجنيه المصري ب4 ريالات مثلا بسعر ما يساوي، بسعر ما بسعر يساوي. ما يساوي لا بأس بذلك، نعم لأن هذا من باب المصارفة. من باب المصارفة. نعم. بالنسبة للزكاة أما بالنسبة للزكاة فزكاة كل مال تجب من جنسه، زكاة كل مال تجب من جنسه، زكاة الدراهم دراهم، وزكاة الحبوب من الحبوب، والماشية من الماشية، وهكذا. ويجوز أن تصرف النقود مثلا التي تجب عليك زكاة، يجوز أن تصرفها بنقود أخرى، لا مانع من ذلك من باب المصارفة، إذا توافرت شروط الصرف، حصل التقابض، ولم يحصل هناك تأخير أو تأجيل، لا مانع من ذلك. نعم، إنما مثلا لا يجوز أن أزكي مثلا 100 دولار ب2.5 ريال على أساس أنها 100 ريال مثلا، أقدرها بما تساوي في السوق بسعرها في السوق، إذا وجبت نعم. عليك دراهم يجوز أن تخرجها من عملة أخرى بقدر ما تساوي، نعم يساوي صرفها وسعرها في السوق في ذلك الوقت. نعم في ذلك الوقت. نعم.